هذا أول رد من فرانكو على خبر إلقاء القبض عليه بسبب المحتوى الهابط. هو وين وش دي يسوي وراح يلزم له؟ لا خلينا نشوف وياكم. السلام عليكم. بخصوص مذكرة إلقاء القبض عليه داخل العراق، أقول كل الحب والاحترام للقانون العراقي وعلى راسي، بس حسبي الله ونعم الوكيل على القنوات والبيجات اللي صارت ضدي. كلكم تعرفون فرانكو صار 14 سنة عايش خارج العراق، ما يعرف بالقانون العراقي. فإذا عندي خطأ شتو تقدرون تعلموني، مو تصيرون هيج ضدي. أحمد الله وأشكره، أنا أول تيك توكر عراقي يساعد أكثر من 6000 شخص داخل ألمانيا ويشتغلون يسوون إجازة سوق مع الشاحنة وأنا مدرب شاحنات. وشوفوا فيديوهات السابقة، علمود كم فيديو خطأ إليه أو مو حلو، صرتوا كلكم ضدي. نسيتوا الشغلات اللي عندي الحلوة؟ نسيتوا أنا من جهة البلدي صورت فيديوهات تخبر عن بلدي؟ لكم ليش ما أنا من بلدكم؟ يعني تريد تحرموني من بلدي؟ الناس هنا أنا بأوروبا هجمت علي لأنه صورت شيء حلو عن بلدي وسووا علي دعاوي، وهسه بلدي علي إلقاء القبض. علمود شنو؟ ليش؟ حسبي الله ونعم الوكيل، أنا احترم القانون وراح أكون أسبوع الجاي داخل العراق وما أعوف بلدي أبدا، ومستعد أي شيء يصير لي بس بلدي ما أعوفه. أحبكم وحسبي الله ونعم الوكيل بكل شخص صار ضدي ونسى الشغلات الحلوة اللي قدمتهن البلدي وللناس والفيديوهات الحلوة. علمود خطأ واحد هيجي انقلبت الدنيا علي، ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل وأكو الله، وكل شخص مظلوم يجي يوم الناس تصير وياه وكل شيء يصير وياه. كل الحب والاحترام للقانون العراقي، وإن شاء الله انتظروني أسبوع جايكم بالعراق. السلام عليكم.